السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا دكاترة؟ تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الالوبيشيا. تمام. الالوبيشيا دي تشمل حاجات كتيره قوي. الاول قبل ما نتكلم على الالوبيشيا وانواعها وسكارنج ونان سكارنج، احب اقول لكم ان لازم ناخد هنت كده صغيره عن الهير فوليكل وبتتكون من ايه. تمام. ده براند، يعني سوري، ده كده يعني بسرعة كده فكرة، ولو انتوا عايزين بالتفصيل ان شاء الله دي هتبقى عايزة لها وقت خاص بيها يعني، بس علشان نبقى فاهمين لما نقول بالب يعني ايه، لما نقول هير شافت يعني ايه، تبقوا معايا. تمام. اول حاجة خالص زي ما احنا شايفين كده في السلايد دي شكل البايلو سبيشيس اباريتوس. تمام. ده دايجرام ليها. الشعراية اهي دي اللي احنا بنشوفها من فوق السيرفس اوف ذا سكين. تمام. انما هي ليها روت تحت خالص مكونة من كذا سيجمنت. الهير بالب هي الحتة الاوفويد اللي تحت دي. تمام. دي تعتبر الديرمال بورشن، دي ديرمال بورشن اوف هير فوليكل، بتبقى مكونه من ديرمال بابيلي وتكوين الشعر نفسه اللي هو مكمل معانا لفوق. تمام. لو بصينا لبقيه الشعر، بقيه الشعرايه نفسها، هنلاقي ان بعد الديرمال الهير بالب اللي هي موجوده هنا، في النص اللي فوق بقى بيتقال عليه ايه، هير شافت. خلاص. طيب ممكن نقسم الابر بورشن لحاجتين، الاسمس والانفانديبلو. تمام. الاسمس بيبقى ادي البورشن بتاعه اهو من هنا، من اللور بوردر بتاعه، من عند الانسرشن بتاع الاريكتور بايلاي ماسل. تمام كده لغايه فوق عند ايه، السبيشس جلاند، ده يتقال عليه اسمس. وبعدين من فوق بقى الانسرشن بتاع السبيشس جلاند لغايه فوق خالص نتقول عليه انفانديبلم. يبقى انا لما اجي اقول لكم انفانديبلم اهي، تمام، دي سبورشن، ده الاسمس. تمام. وبعدين عندنا هنا كل دي الهير شافت، وهنا ايه، الهير بالب. تمام كده. زي ما احنا شايفين الشعرايه بتبقى ليها مكملات بتاعتها، يعني هي مش قائمه بذاتها كده وخلاص، لا، ده كمان في عندنا هنا السبيشس جلاند. السبيشس جلاند دي فايدتها ايه؟ زي ما بنقول دايما للطلبه بتوعنا، السبيشس جلاند مش مجرد ان هي بتدي شايني ابييرنس للشعرايه وخلاص او تديها لمعان، لا، ده هي بيبقى فيها سبحان الله انتي مايكروبيال بيبتايدز، بتديها يعني بروتكشن انتي بكتيريال وانتي فانجل. تمام كده. الى جانب طبعا ان هي بتديها السموثنس والشايني ابييرنس. تمام. طيب يبقى كده ده roughly الايه، الهير فوليكل سيكشن. حاجة تانية لو جينا نبص هنا، اقتربت صلاة العشاء، في الشعرية نفسها كروس سيكشن، هنلاقي انها عاملة زي جذع الشجرة. من بره خالص الكيوتيكل، وبعدين بعديها الدورقية، هما ثلاثة سرينديكلز جوه بعضيهم، اللي بره خالص كيوتيكل، وبعد كده كورتكس. تمام. وبعدين الايه، المضلة جوه خالص، يبقى عندنا مضلة كورتكس وايه، كيوتيكل من بره. خلاص. طيب برضو المفروض نبقى عارفين يعني ايه اناجين، يعني ايه كاتاجين، يعني ايه تيلوجين، وايه قصه الاكسوجين والكينوجين، والايه والدوره بتمشي ازاي. طبعا كل هير فوليكل بتعدي بكذا مرحله. اول حاجه الجروينج ستيج اللي هي الاناجين. تمام. وبعد كده بتخش في زي ابوبتوزس كده بيحصل لها عشان تجدد نفسها من اول وجديد، وقصه كبيره قوي من الميدياتورز ومن التغيرات اللي بتحصل فيها، بس زي ما شايفين كده زي ما يكون اتزقت لفوق، والايه والروت بتاعها موجود برده ستيل، يعني هي مش ميته، ليها ايه، البذره بتاعتها لسه موجوده. تمام. دي اسمها الكاتاجين. الكاتاجين موجوده ومتصله زي ما هي باينه في الشعر اهي، يعني احنا الشعرايه اللي احنا شايفينها من فوق ممكن تبقى اي ستيج. خلاص كده. بعد ما بتخش في الكاتاجين اللي بعديها بيليها التيلوجين. تمام. التيلوجين دي بتستمر، يعني تستعد بقى علشان تقع. خلاص. طيب الوقت قد ايه؟
طبعا بيختلف من مكان للتاني، يعني مثلا في السكالب غير في البودي، غير في مثلا في لو هو تيرمينال هير موجود في الاجزيلا او في الجروين او كده. تمام، لو في السكالب هنقول كده مثلا فرانكلي الوقت تقريبا بيبقى الانجين ممكن تقعد سنين، يعني الشعر الموجود في شعرنا في الهير سكالب ممكن الشعرية نفسها تفضل هي هياها موجودة سنين، up to 7 years. طبعا الافريج 3 سنين. تمام، طيب الكاتاجين، الكاتاجين دي مرحلة انتقالية زي ما احنا قلنا، فهي بتبقى around 2 weeks. ده مثلا ده المثال في السكالب. وبعد كده الشعرية بتخش هيها سين فوليكل، هتخش بعد كده في التيلوجين، التيلوجين بيقعد افريج 3 شهور بيستعد عشان تقع الشعرية بقى. وهي بتقع شايفين المرحلة دي وهي خلاص الايه يعني بتستعد لانها تقع وتسيب المكان، بيبقى اسمها ايه، تخش في مرحلة اسمها اكسجين، دي ريسنتلي ادد للهير سايكل. خلاص، طيب الهير فوليكل تراك بقى وهي فاضيه ما فيهاش شعر ما فيهاش شفت خالص بيسموها كينوجين، بس هي في اذر ليتريتشرز بيعتبروها زي باثولوجيكال ستيج كده، بتبقى موجوده في الالوبيشيا ارياتا. خلاص، وبعد كده تتعاد الدوره تاني ونخش في الانجين. طيب انا ليه بقول الكلام ده كله؟ علشان لما اقول لكم الالوبيشيا ارياتا الهير بتتضرب في مرحله الانجين تبقوا فاهمين يعني ايه انجين. تمام، طيب ده الكلام اللي احنا قلناه، ان السكالب طبعا راسنا فيه كام شعرايه مش اقل من 100 ألف. تمام، وده كلام الليتريتشر اساسا. وزي ما احنا قلنا هنا ان الاناجين اهو، الاناجين من 3 ل 7 ييرز، الكاتاجين 2 ويكس، والتيلوجين اراوند 3 مانس. خلاص، طيب لما احنا شايفين هنا كده، شايفين الرقم الاخراني في السطر الاخراني، تقريبا 100 شعر اب تو 100 هير ممكن تقع اللي هي في مرحله التيلوجين، من 50 ل 100 شعرايه ده يعتبر افريج نورمال. بس برضو نرجع ونقول اكوردنج لكثافه الشعر بتاعتك واكوردنج للهابت بتاعتك، يعني لو واحده هي واخده ان هي شعرها يقع بكميه معينه وبعدين حست ان الشعر ده زاد قوي، لا وي ويل كونسيدر ات، حتى لو كان زياده الشعر دي اقل من 100 او يعني. تمام، طيب اوكي، لو الصوت تمام كله تمام بس ايه طمنوني يعني. دلوقتي احنا في كده طبعا اشهر تقسيمه للهير لوس عامه، ميل وفي ميل سكارينج اند نون سكارينج الوبيشيا. تمام، اشهر نون سكارينج الوبيشيا بتبقى ديسكويد لوبس واللايكي بلانوبايلاريس والفولكلايس دي كالفينس، ودي ان شاء الله هتبقى في محاضره باذن الله تانية. تمام، النهارده ان شاء الله وي ويل كونسيدر النون سيكاتريشيال الوبيشيا. تمام، نون سيكاتريشيال الوبيشيا دي تقسيمه بسيطه خالص، حتى احنا عندنا في طنطا يعني عندنا في الكتاب بتاعنا. تمام، ممكن بمنتهى البساطه خالص نقسمها لوكالايزد وجنرالايزد. تمام، اللوكالايزد ممكن تبقى برايمري اور سكندري، ايه اللي هيخلي الشعر يقع من نفسه لوحده من غير اي بريسبوزنج فاكتور، يعني لا بابيول ولا تروما ولا اي حاجه، الالوبيشيا. تمام، يبقى اللوكالايزد برايمري الوبيشيا هتبقى الوبيشيا اريات. طيب السكندري ايه اللي ممكن يحصل يوقع الشعر وتبقى مكان محدود مش ديفيوز هير لوس؟ طبعا اشهر حاجه زي ما احنا شايفين تراكتيلومانيا. تمام، تراكتيلومانيا اللي هي هير بولينج تيك. بعد كده في اللي هي معايا دكاتره. طب تمام اوكي ماشي، شكرا يا دكتور محمد. بالنسبه للكوزمتيك، بالنسبه للكوزمتيك الناس اللي بتفرد شعرها او يعني بتفرده يا بتكسره. تمام كده، تمام، دول بيبقوا ممكن التروما الكيميكال اللي عرضتهم اللي هم عرضوها للشعرايه دي ممكن تعمل اما مثلا كيميكال دامج انفلاميشن جامد او كده، ممكن يحصل هير فولينج. تمام، او مثلا الداي الكالرينج، لو حد بيستخدم صبغه بتبقى مثلا فيها نسبه امونيا شديده شويه او هي الكفاءه بتاعتها مش حلوه، ممكن تسبب لي برضو الريتيشن وان الشعرايه نفسها يحصل لها دامج وتقع. تمام، طيب ده كده اسباب لو انا شفت مكان واحد بعينه كده او محدود الى حد ما مش ديفيوز ده ايه الشعر واقع فيه. اتفقنا، تاني نعيد الكلام، قلنا لو برايمري هتبقى الوبيشيا ارياتا، لو سكندري اشهر حاجات تروماتيك اللي هي تراكتيلومانيا اشهر حاجه بنميزها منها، وكوزمتيك ناس عملوا في شعرهم فرد او يعني كسروه او كالرنج. تمام، وطبعا دلوقتي البروتين والكرياتين لو سايد افكت
شكرا لكم جميعا، شكرا دكتور محمد. بالنسبه للكسايد افكت للبروتين والكرياتين، مش بس لوكالايز، ده كمان بيبقى ديفيوز وايه ولو سايد افكت محترمه يعني. طيب ايه تاني لوكالايزد؟ سكندري لوكالايزد سكندري نون سيكاتريشال الوبيشيا انفكشن المشهور قوي، لو في مثلا فوليكولايتس او حتى امبتايجو بوك هارت امبتايجو مثلا وساب اثره، فاثره بعد ما راح الوبيشيا والشعر بيرجع تاني هو نون سيكاتريشال. تمام. طبعا الفانجل انفكشن مشهور قوي، جراي باتش وبلاك دوت تانيا كابيتس. خلاص طيب اوكي. طيب لو احنا بقى ننتقل، لو هي ديفيوز هير لوس، لو ديفيوز الوبيشيا يعني في شعر بس خفيف، او هي منتشره في السكالب كله، ممكن برضو نفس الكلام تبقى برايمري زي الالوبيشيا ارياتا، ممكن تبقى سكندري. طيب اشهر اسباب للديفيوز نون سيكاتريشال الوبيشيا طبعا نمسك الاول الاندوكراينا اللي هي الفيميل والميل باترن اللي هي الاندروجينيتك الوبيشيا اشهر حاجه، صح كده؟ وبعديها يليها التيلوجين اوفلوفيوم، والتيلوجين اوفلوفيوم من اسبابه زي ما هنقول ان شاء الله ممكن تبقى الكوزس اوف سيستميك ديزيز، يعني الحاجات دي كلها ممكن تعمل يجي معاها تيلوجين وممكن هي لوحدها توقع الشعر. تمام. السيستميك ديزيز اللي بيوقع الشعر زي مثلا انيميا، ايرن او زنك ديفيشنسي، مال نيوتريشن، كرونيك ليفر ديزيز، ديبليتيتنج ديزيز، سيستميك لوبس او مالجنسي. تمام. طيب ايه تاني؟ ايه تاني يبقى احنا كده قلنا ان في تيلوجين وفي سيستميك وفي اندوكراينال، صح كده؟ الاندوكراينال اشهر حاجه، الميل والفيميل باترن، ممكن الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم لوحدهم حتى من غير ما هم يعملوا مثلا الوبيشيا ارياتا او كده، ممكن لوحدهم يبقى معاهم هير فولينج. والدايبيتس طبعا مع ال بتاع دوت الدايبيتس ممكن يبقى فيه ويكنس، ويعني اخف حاجه ان الشعر يقع. تمام. طيب نيجي بقى للدراجز. الدراجز اللي بتعمل هير فولينج ده كده دول كلهم على بعضهم، بس ان شاء الله باذن الله لما نوصل مرحله التيلوجين والاناجين انفلوفيوم هتشوفوا ان في ادويه من دي بتعمل اناجين، وفي ادويه بتعمل تيلوجين، وفي ادويه لوحدها بتوقع الشعر، ماشي كده؟ من الادويه المشهوره سايتوتوكسيك دراجز والريتينويدز طبعا، زي ما بتشوفوا لما بنكتب السيستميك ايزوتريتينويد ممكن يحصل معاها هير فولينج، انتي كواجولانت برضه ريبورتد، ادويه الضغط زي الكابتوبريل والسيميتيدين اللي هو اتش 2 بلوكر والانتي سايكوتيك، والناس اللي بتاخد فيتامينز مش محسوبه بتاخد كتير قوي. تمام. طيب حاجات ميسيلينيوس بقى زي مثلا سيبوريك ديرماتايتس، ما هي القشره لما تبقى شديده شويه وماسكه في السكالب هتاخد الشعرايه وتقع. ممكن سكند ستيج سيفلس بس ايرلي، وممكن بيبقى فيه نوع من انواع ديفيوز تينيا كابيتس اتعلمناها مع اساتذتنا. دكتوره وفاء كانت عرضت حالات رائعه قبل كده في مؤتمر عند ديفيوز تينيا كابيتس، وكمان في ادلت فيميل. طيب نلخص كده الكلام اللي احنا هنتكلم على كل ده اكيد بالتفصيل، لا احنا هنركز على ايه من كل الكلام اللي احنا قلناه النهارده ان شاء الله ربنا يقدرنا. هقول لكم باذن الله الباتشي نون سكارنج هير لوس، الوبيشيا ارياتا، وتراكتيلوماني. تمام. وان شاء الله باذن الله الاثنين الجايه لو ربنا احيانا والوقت كان تمام معانا باذن الله هقول لكم التيلوجين اوفلوفيوم والايه والاندروجينيتك الوبيشيا. تمام. طيب دي ايه دكاتره في كل الحاجات اللي احنا قلناها، اول ما نبص عليها نقول ايه؟ سهله، انا مستنيه. انتوا معايا ولا ايه؟ معايا ولا الدنيا فصلت؟ تمام اوكي. دي تبقى ايه؟ انا منتظره. يعني من غير اي حاجه خالص لوكالايزد هير لوس. تمام تمام. الوبيشيا ريتا ناس عايشه اهي معايا اوكي، يبقى دي اول ما هنبص عليها كلينيكال هنقول ان هي ايه الوبيشيا ريتا. خلاص ميرسي. طيب ايه بقى قصه الالوبيشيا ريتا؟ الوبيشيا ريتا اوتو اميون ديزيز، صح كده؟ نون سكارنج الوبيشيا بتتاثر بالايموشنال والسوشيال. خلاص امباكت يعني طبعا اكيد كلام زي الفل. ممكن تبقى كلاسيك الوبيشيا ريتا زي دي لوكالايزد كومبليت هير فولينج، السكالب عاديه نورمال خالص ما فيهاش اي حاجه. تمام. مجرد بس اريا فوكال عشان كده اتقالت ارياتا ما فيهاش هير لوس، ماشي زي دي هي ماشي اكتر من مكان فيها هير لوس. خلاص
لو احنا باصين في البيشنت ده، البيشنت ده زي ما بنقول للطلبه بتوعنا لازم نفحصه كويس كلينيكال وكمان بالدرموسكوب، علشان في شويه هنا ايه يعني اريتيشن، هو ممكن سهل جدا عندنا في الـ في الـ في الـ في الكوميونتي بتاعنا ان يجي لك واحد كبير او صغير وبريفيسلي حط اي ميديكيشن على شعره، يعني انت مش اول حد يجي له، او ممكن يكون استخدم اي حاجه من الطب البديل مثلا عشان يطلع شعره، زي مثلا التوم دعكت لها شعرها بالتوم وجاب لها ريتيشن محترم، شكرا، ممكن يجي لك بالمنظر ده. بس لما هتبص بالدرموسكوب مثلا هتطمن ان ده مجرد ريتيشن، مش سكارنج ولا انفلاميشن جامد بتاع اي حاجه تانية، انت كده اطمنت ماشي. لو ما عندناش درموسكوب هندي فرصه ان احنا ندي انتي انفلاماتوري توبيكال كورتيكوستيرويد فتره واتبعه، لقيت ان هو بيتحسن والكورس كويس خلاص تمام. طيب ده الكلاسيك الوبيشيا ارياتا. طيب هل يا ترى انتوا عارفين ده دي الالوبيشيا دي نوعها ايه او ايه الغريب فيها؟ هي لوكالايزد فوكال كومبليت هير لوس، بس ايه الغريب في الصوره دي؟ ملاحظين ان احنا في النص هنا في نيفس صح كده، دي نيفس وحواليها هير لوس ماشي كده، ايوه برافو دي نيفوس تمام. طيب عارفين الهالو نيفوس؟ مش الهالو نيفوس دي بيبقى يعني هي نيفوس وحواليها في هاله دي بيجمنتيشن تمام. نفس الفكره هنا، دي اوتو اميون رياكشن برضو سيفير بس جاتلي اراوند النيفوس ماشي كده. دي ايه يعني ميزه ان في نيفوس وايه ميزه ان اقول الكلام ده؟ عشان دي مكتوبه في الكتب انها بيرينيفويد باترن اوف الوبيشيا ارياتا، خلاص ادينا عرفنا نوع، يبقى كلاسيك والبيرينيفويد باترن اوف الوبيشيا ارياتا ماشي. ده نوع برضو مكتوب في الليتريتشر، نوع من انواع الالوبيشيا ارياتا. ده ايه؟ ده اللي بنقول عليه، اقول قبلكم ده الريتيكولت او الريتيكولار باترن اوف الالوبيشيا ارياتا، خلاص كده عامل يعني هو فيه كذا فوكس، فيه كذا فوكس من الهير لوس موجوده هنا برافو، دي كذا فوكس موجوده من الهير لوس تمام. من اول ما ابص الوهله كده احس انها زي المش، زي ما تكون ريتيكولر صح كده تمام. ودي في الغالبيه بيبقى اكتر من اريا فيهم، لو بصيت عليها هتلاقيها اكتف، هتلاقي الشعر هو نفسه هيقول لك الشعر لسه بيقع، تحط حتى بالبول تيست العادي مثلا وانت لابس الجلاف كده وتمسك الشعر تلاقيه بيطلع في ايدك سهل خالص ماشي كده، من اماكن كتير. دي بتبقى من الانواع اللي عايزه ستريكت فولو اب، وعايزاه ان انت تهتم بيها وتديها علاج من بدري وتتابعها علشان ما تزيدش، عشان ما تخشش مني في ديفيوز او سيفير الوبيشيا ارياتا ماشي. طبعا النوع ده مشهور جدا الاوفيزيس ماشي. الاوفيزيس اللي هو انهي نوع؟ اللي هو بيبقى واخد زي ما يكون رابطه البوردر بتاع السكالب بالبندانه ماشي كده تمام، بياخد التمبروبارايتال والاوكسيبتال كمان، هنا هي واخداها كلها زي كتاب مقال خلاص. ده بيبقى كلاسيفايد اس سيفير الوبيشيا ارياتا خلاص. طيب النوع ده هل يا ترى دي هنقول عليها اندروجينيتك الوبيشيا ولا سيفير هير فولينج، ولا دي نوع من انواع هير فولينج تاني؟ ايه رايكم في ده؟ وميل اهو تمام. هنا لو احنا شايفين دي عكس، برافو يا رولا، دي عكس الايه الاوفيزيس، عكس كلمه اوفيزيس لو بصينا عليها بالعكس كده هنلاقيها هي اوفيزيس، اسمها السيسيافو ماشي باترن اوف الوبيشيا ارياتا، كانها اندر جينيتك الوبيشيا بالظبط. هي البوينت انها عكس الاوفيزيس في ايه؟ ان هي سايبه الهير لاين كله تمام، والتمبرو بارايتال اوكسيبتال كله بريزرفد موجود، بس الحتت الثانيه اللي هي البند الثاني اللي وراه هو اللي ايه لوست تمام، عشان نبقى بنذاكر واحنا عارفين. صلاه العشاء الان ماشي يا دكاتره تمام. نيجي للي بعد كده، زي ما احنا شايفين ده ديفيوز هير لوس موجود في الاوكسيبتال اريا تمام كده، زي ما احنا شايفين ومكمل لورا جاي ناحيه الفيرتكس صح كده. طيب البيشنت ده لو هو عنده الوبيشيا ارياتا او حاجه تانية، ايه الميزه اللي فيه يعني، او ايه الغريب؟ هما ليه عاملين له انفستيجيشن اكتر من كده؟
دي نوع من انواع الالوبيشيا اسمها ارياتا، اسمها ريكتانجولار باترن اوف الوبيشيا ارياتا. لما نشوف منظرها كده، لما نشوف مربع من الشعر وقع والعيان يحلف ان هو ده حصل لوحده، ده في الغالبيه بيبقى معاه مالجنسي. فايدته ان احنا نعرفها، ان احنا ندور على اسوشيتد مالجنسي. اوكي دونت مس. ماشي، السيفير فورمز بقى بتاعه الالوبيشيا ارياتا بتبقى الاوفيزيس يعتبر من السيفير فورم، وطبعا الوبيشيا توتاليس يعني كومبليت هير فولينج من السكالب، بس التوتاليس بيبقى البيشنت لسه معاه اي براو واي لاش والبودي هير. انما لو الاي براو والاي لاش والبودي هير افكتد، ده بيبقى الوبيشيا يونيفرسالس. زي ما احنا شايفين في الصوره دي اهو، ده ما اقدرش اغمي عينيه لان هو عايزاكم تشوفوا ان هو ما فيهوش اي لاش وما فيهوش اي براو. تمام. طيب دي تعتبر ديفيوز الوبيشيا ارياتا داخله على ايه؟ داخله على توتاليس. تمام، فالبيشنت لما بيكمل هيبقى كده، ده تشالنجينج كيس، وبيبقى المشكله فيه ان فيه هاي ريكارنس ريت عالي قوي. البيشنت حتى انت وحتى وانا مغميه عينيه يعني انتوا شايفين هو سايكولوجيكالي افكتد وديبرسد قد ايه. الحكايه بتبقى زي الفيشك سيركل كده، اللي هو البيشنت عنده مزعلان، جاله الوبيشيا، زعل اكتر من الالوبيشيا، الالوبيشيا زادت، زعل اكتر على الالوبيشيا اللي زادت. تمام، ما بقاش بس حاجه انترنال، المجتمع بتاعنا المصري الجميل ده يقرع روح وتعالى، وطبعا لابس كاب على طول ومتضايق وبتاع، فالبيشنت بيبقى صعب جدا ان انت تطلعه من الدايره المغلقه بتاعته اللي هي بتاعه الايه، الدبريشن اللي هو بيبقى فيها ده. تمام، طيب ده نوع من انواع الهير فولينج، صح كده؟ تمام. بصي يا رولا، هو نوع الماليجنسي مش انا بصراحه هدور لك عليه، ام نوت شور يعني، هو ما بيبقاش حاجه سبيسيفيك، هو معايا انتن الماليجنسي. تمام، بس هدور لك البيبر دي كانت قايله ان هو في ايه بالظبط البيشنت ده بالذات. طيب الهير فولينج ده بقى، ننتقل للنوع ده، دي اللي بيتقال عليها ديفيوز الوبيشيا ارياتا او الوبيشيا ارياتا انكوجنيتو. تمام، الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو صعب جدا ان انت تقول ان دي الالوبيشيا ارياتا. ممكن لو بيشنت جات لك بديفيوز هير لوس بالشكل ده، انت تدور على السيستميك كوزس وعلى التينوجين وعلى الادفانسد مثلا، تحط في بالك يعني الادفانسد بتاع دوت اندروجينيتك الالوبيشيا او فيميل باترن، صح كده؟ طيب هنعرف منين ان دي الالوبيشيا ارياتا؟ هنعرفها بالدرموسكوب. تمام، طيب بالظبط كده. طيب نوع تاني من انواع الالوبيشيا ارياتا اسمه اوفر نايت جرينج. اوفر نايت جرينج ده يعني بسرعه 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 الشعر يحس ان هو بقى جراي، هو الشعر مبقاش جراي، هو الشعر البيجمنتد في الغالبيه بيحصل له فولينج كتير. تمام، فاللي بيفضل الايه، الجراي هير مش بيبقى افكتد، وهنقول ليه واحنا بنتكلم في الباثوجينيسيس. تمام، طيب بالنسبه للالوبيشيا ارياتا ده كلام بقى، احنا كده قلنا الكلينيكال، صح كده؟ الله اكبر الله اكبر. نيجي بالنسبه للكوزس نفسها، ايه اللي بيجيب الالوبيشيا ارياتا؟ ممكن تبقى اساسا جينيتك، يعني العيان ده لو ما عندوش جينيتك بريسبوزيشن مش هيجيله الالوبيشيا اصلا. تمام، وامينولوجيكال فاكتور واوتو اميون، بيبقى معاه اوتو اميون ديزيزز، دي بيثبت لي اكتر ان هو ده اوتو اميون ديزيز، بمعاه فيتيلايجو، ثايرويد، برنيشيس انيميا، اتوبي. تمام، وطبعا الايه الماستر بتاعنا الايموشنال ستريس اللي بيدخل العيان سهل قوي في الوبيشيا ارياتا. تمام، كلينيكال فرايتس قلناها. ايه اللي بيزق يعني، لو احنا دلوقتي عندنا الجينيتك بريسبوزيشن والايه الايموشنال ستريس، هم اشهر اتنين او اكتر اتنين ممكن يبقوا يزقوا العيان ده او يخلوا العيان ده سوسبتبل ان هو يجيله الوبيشيا ارياتا. في حاجه تانية بتاثر فيه، في خلاص الجينيتك الستريس، طبعا هرمونال تشينج، هنقول ايه الهرمونال تشينج اللي ممكن يبقى موجود مع الالوبيشيا، والسيستميك ويكنس عامه، نيوتريشنال ديفيشنسي او الدراجز، ده عليها question marks. بس نقدر نقول ايه في الاكل، من بلاش في الاكل، ايه في الفيتامينز او الفري راديكلز بتاثر بالسلب على الهير وممكن تدخلني في الوبيشيا ارياتا، مش اي نوع هير فولينج. في element يعني لو هنسالكم مثلا، هو الايرن له دور مثلا ولا لا، والزنك اللي هما اشهر اتنين مثلا لهم ريليشن للهير، مين فيهم تفتكروا ممكن يبقى له رول مع الوبيشيا ارياتا؟
الزنك هو اللي يعني ريبورتد هو والسيلينيوم ان هما لينكت للالوبيشيا ارياتا بلس طبعا الفيتامين دي، تمام. انما الايرن بيبقى في الـ، لا اله الا الله محمد رسول الله، انما الايرن في الليتريتشر وفي الاستاديز في الغالبيه بتبقى لينكد اكتر للفيميل باترن هير لوس، وطبعا الديفيوز فولينج بتاع تيلوجين افلوبيا، تمام. طيب بالنسبه للهرمونات، قلت لكم هقول لكم على الهرمونات. الهرمونال طبعا لو هو في اوتو اميون رياكشن يبقى كومنلي، لو في اوتو اميون ثايرويدايتس بتبقى اسوشيتد. ميرسي يا دكتوره انجي، ربنا يخليكي. اوتو اميون ثايرويدايتس دي بتبقى اسوشيتد معاها، وممكن تسبب في ان الالوبيشيا تبقى ريزيستنت، تمام. طيب يبقى احنا لازم نشوف في افكشن في الثايرويد ولا لا. حاجه تانية برضو البيتيوتري ادرينال اكسس، تمام، بتبقى ليها لينك علشان هي اساسا بتتاثر بالستريس، يعني هي دي الايه اللي معايا في الايه في الفيشك سيركل بتاعت الاسترس. هو الاسترس بيأثر ازاي؟ يعني فجأة كده انا زعلت طلع شعري واقع، هو اكيد بيأثر على الشعر بطريقة ما. الطريقة دي بتبقى مع مثلا الاكسجين فري راديكالز، بتبقى مع الافكشن بتاعت الاميونيتي وهرمون. الهرمون اللي افكتد بيبقى اللي هو ريليتد للاسترس، بيتيوتري ادرينا اللي هو بيبقى له علاقة بالايه الايه اللي قلنا عليه، تمام. طيب في انفكشن ممكن يبقى ريليتد للالوبيشيا ارياتا اللي برضه ريبورتد في ستاديز قبل كده، اب تو اور نوليدج الهيباتايتس بي وسي والبيشتاين بار، ودي ريبورتد. انما هل يا ترى في اسوشيشن جامده قوي معاهم؟ اي دونت نو، بس هو دي الانفكشن اللي ريبورتد مع الالوبيشيا ارياتا باثوجينس، تمام. تمام نيجي بقى لقصة اللي هو دي طبعا مش عشان عيادة، دي علشان انت تبقى فاهم اللي بيحصل تحت في الشعرية نفسها، وتبقى فاهم ليه هتدي العلاج ده. ما ينفعش ان انت تكتب علاج وانت مش فاهم ايه اللي حصل، صح؟ طيب نيجي للبريسبوزيشن بتاعنا في الاول خالص. عندنا في مايكرو تروما، صح كده، هير دامج، لو في مثلا بكتيريا سوبر انتيجين هنقول ده بيأثر على الاميونيتي، فيرال انفكشن، الايموشنال ستريس، اي حاجة من الحاجات دي، ماشي كده. بتعمل ايه؟ بتعمل لي حاجه اسمها كولابس اوف هير فوليكل اميون بريفالنس. ايه الكلام ده بقى؟ انا عايز افهم يعني ايه هير فوليكل اميون بريفالنس. ده الاميون بريفالنس النورمال اللي موجود في الشعر نفسه. طبعا انتوا فاهمين، واضح عليكم كلكم ان انتوا فاهمين. واحده واحده، في الشعرية نفسها سبحان الله بروتكشن رباني، تمام، بيبقى في بروتكشن لكل الانتيجين بتاع الشعر من الاميونيتي بتاعتنا عشان ما تتضربش ولا تتعرف عليها ان هي اوتو انتيجين ولا يحصل انفلاميشن، صح كده. الحاجات دي بتبقى جايدد من الاول خالص بالجينات، الام ام اتش سي كلاس 1، تمام كده، بيبقى ابسنت اور بيرلي ديتكتبل اكسبريشن. ده كله ده فين؟ في الهير فوليكل. الكلام ده كله لوكالايزد في الهير فوليكل، ده نورمال، تمام كده. والمفروض ان الميلانوسايت الهير فوليكولر ميلانوسايت اوف هيومن انجين سكالب بيبقى برضو نفس الكلام، الجين هنا بيبقى ايه؟ نيجاتيف. خلاص كده بيبقى فيه داون ريجوليشن للباسواي اللي هو مش عايزين نعقدها عليكم، بس ده اسم جين برضو، تمام كده. يبقى ثلاث حاجات فيها داون ريجوليشن او ليس اوف اكسبريشن، ده النورمال. خلاص، في داون ريجوليشن للانترفيرون ريجولاتوري فاكتور، خلي بالكم من كلمه انترفيرون. خلاص، طيب في بقى ايه اللي زياده موجود بزياده؟ اب ريجوليشن اوف اميون سبريسيف فاكتورز، في ال تي جي اف وال اي سي تي اتش والميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون، كل ده بيحصل له اب ريجوليشن عشان يحمي الشعرايه باتس اميون سبريسيف اكشن، تمام. طيب برضو عندنا ابسنس اوف ام اتش سي كلاس 2، تمام، اللي هو ريليتد لللانجرهانس سيل عشان برضو ما تتعرفش عليه ان هو فورد، تمام. والناتشرال كيلر سيل مش موجوده كتير، ولا سي دي 4 ولا سي دي 8، ده النورمال. خلاص، ومفيش لينفاتكس، كل ده ايه؟ الشعرايه في حالها وموجوده، مفيش حاجه بتضربها، ماشي كده، تمام. طيب اللي بيحصل بقى، اللي بيحصل لما بيحصل حاجه، خلي دي صعبه شويه، خلينا في السيمبل الاول. لما بيحصل اي زقه من الزقات دي، اي حاجه من الحاجات دي، تمام كده، تعمل ستيميوليشن جامده قوي. الاستيميوليشن دي تبوظ لي الاميون بريفالنس، ده تبوظ لي الحمايه. خلاص بقى الشعرايه اكسبوزد، بتبقى الانتيجنز بتاعتها بيتعرف عليها الجسم على ان هي فورين، يعمل لها اوتو انتيجين، تمام كده. نفس الكلام، دي صوره مختلفه بس فيها الستريشن اكتر اهي، تمام كده. دي
كل الحاجات اللي بتزقني تمام، منها الاستريس اهو الانفكشن وكده، هتزود لي انترفيرون. مش قلت الانترفيرون اصلا مش موجود تمام، اهو زاد تمام، في اكسبريشن زاد الام اتش سي 1 الانتيجين، الانجين هير بالميلانوسايت انتيجين بتاعها بقى اتعرف عليه الجسم على ان هو فورين تمام كده، اتكون له اوتو انتيجين، ضربت الشعرايه اهي الانتيجين انتي بودي رياكشن تمام، ضربت الشعرايه من جوه، بلس ان بقى في خناقه، الخناقه دي راحت ايه منادياه السي دي 4 سي دي 8 سوري، السي دي 8 دي نورمال كانت هنا، لا هي ما كانتش موجوده، ما الدنيا كانت بيس، دلوقتي كده في خناقه السي دي 8 جت تمام، يلا نزود الخناقه ونعمل سكندري اوتو اميون رياكشن، اوتو اميون رياكشن لما زاد هيعمل لي الالوبيشيا اريات. خلاص كده يا جماعه. طيب يبقى لو رجعنا تاني ده كده بمنتهى البساطه، وطبعا طبعا سي دي 4 جايه موجوده تمام، يعني مش سي دي 8 بس موجوده، لا معايا كمان السي دي 4. طيب نيجي هنا بقى تاني للصوره البسيطه دي، نفس الكلام بنعيده تاني والتكرار يعلمنا جميعا. ادي الزقه تمام كده، زقتنا عملت كولابس للاميونو بريفالنس ماشي كده، معايا انترفيرون الفا كتير، ومعايا كمان السي اكس سي ال 10 تمام كده، وحصل لي هنا في زي ما احنا شايفين هنا ريكوجنايز الانجين هير بتتعرف، الجسم بيتعرف عليها على ان هي فورين، فبتبقى ليها اوتو انتي بودي تمام، وفي سكندري اوتو اميون فينومينا والانيشيشن. طيب ايه قصه بقى سوارم اوف بيز اللي احنا مشهوره قوي في الباثولوجي للالوبيشيا ارياتا؟ كل اللي احنا قلناه ده مش طبيعي بالكيموتاكتيك فاكتورز بتاعه الرياكشنز، ان هي يبقى فيه ريكروتمنت للخلايا اللي هي بتاعه المناعه سي دي 4 وسي دي 8، تجمع الخلايا حوالين الهير بالب اللي هو نورمالي بيبقى حواليه سبارس فوق سيل ستوري او مفيش تقريبا خالص، تجمع الخلايا الكتير ده حوالين الشعر بيشبهوه سوارم اوف بيز، ده باثولوجيكال تيرم ماشي، ده يعني تفسير اكتر لقصه الاوتو انتيجين. في طبعا الهير الانجين هير عامه متعرفين بكل الكومبوزيشن بتاعها ان هي فورين، بس اشهر اوتو انتيجين بالجسم بيتعرف عليه اللي هو ميلانين بروديوسنج ايه ميلانين ريليتد انتيجين ماشي كده، او بيبتايد يعني تمام. علشان كده الشعرايه مش قلت لكم هقول لكم اشمعنى الشعر الجراي ما بيقعش، عشان كده الشعر اللي بيبقى افكتد موستلي بيبقى بيجمنتد. خلاص طيب حاجه تانية، السوارم اوف بيز اهي تمام، نفس الكلمه احنا قلنا ان هي بتبقى افكتد بايه كيموتاكسيس تمام، جاب لي الليمفوسايتس وخلى الهير بالب حواليها فيها اوتو رياكتيف سيلز اللي هي تي سيلز، عشان كده سموها سوارم اوف بيز ماشي. طيب ودي برضو تفسير للخلايا اللي موجوده سي دي 4 سي دي 8 ومعاها الناتشرال كيلر. معلش اخر حاجه خالص في الباثوجينيسيس وبعد كده هنخش بقى على التريتمنت اللي انتوا عايزينه. الباثوجينيسيس برضو لو احنا شايفين فيها ناتشرال كيلر، ناتشرال كيلر بتبقى اندلجد مع السي دي 8 في ابوبتوزيس، يعني بيبقى في ابوبتوتيك سيجنال بتبقى او يعني بروسيس بتحصل برضو في الشعر تمام كده، وده بيبريديسبوز اكتر للايه للباثوجينيسيس بتاع الالوبيشيا ارياتا كده تمام. كده الصوره دي وضحت كده، فاهمين الالوبيشيا ارياتا اتكونت ازاي ماشي. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف هنعالج الالوبيشيا ارياتا ازاي، احنا قلنا ان هي اوتو اميون شكرا، فيها انفلاميشن حوالين الشعر شكرا، فيها اوتو انتي بودي رياكشن، في سيلز متجمعه حوالين الشعر، في مشكله في الهير سايكل. انا ما رضيتش اخش بدي في التفاصيل بس ممكن نقولها باختصار كده، الهير سايكل بتبقى افكتد طالما انا بضرب الانجين هير كتير قوي 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 تمام كده، دي ثيوري. الثيوري الثانيه بتبقى فيها اندكشن للكاتاجين بسرعه وهكذا تمام. طيب انا هعالجها ازاي؟ اشهر حاجه طبعا توبيكال اند انتراليجنال ستيرويد. الستيرويد حلو قوي ان هو انتي انفلاماتوري، هيساعد الانفلاميشن ده ان هو يخف بسرعه تمام. طيب في سلايد انا كاتباها لكم بانواع الانتراليجنال ستيرويد علشان الايه الانواع اللي هي ناقصه في السوق تمام. طيب ايه تاني؟ في توبيكال مينوكسيديل برضو بيستخدم ان هو بيحفز الانجين، بيعمل انجين اندكشن وبيساعد الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور ان هو يزيد تمام، وبيساعد الهير جروث. في التوبيكال اميونو موديليتورز هنتكلم عليها برضو تمام.
دي كلها توبيكال. لو انا فكرت ان انا عايزه اعالج الالوبيشيا ارياتا لوكالايزد اللي هي ما فيهاش اي اللي هي جالي بالبرايمري اي برزنتيشن، تمام. طيب هل يا ترى بقى قصه الناس اللي بيجوا لنا حاطين على شعرهم مثلا توم ده حاجه ليها اساس؟ اه هي كاونتر اريتنت، بس المفروض تتعمل لو حد بيعملها ما يعني ما يعملش فيجورس اريتيشن للشعر هيدخله في اريتيشن جامد قوي، تمام. يعني احنا بصراحه دونت ادفايس البيشنت ان هو يكمل في قصه دعك والتوم دي علشان هما بيعملوها بطريقه غلط اساسا، تمام. طيب لو هي بقى احنا مثلا داخله في ستراكشر بتاع مثلا ميديكيشن او كده، ماشي نعمل له ريكومنديشن خلاص. طيب في طبعا الكابسيكم اللي هي بتبقى الشطه، انا ممكن احط الشطه ككاونتر اريتنت في تركيبه مع حاجات تانية، دي بتعمل كاونتر اريتيشن وبتساعد الشعرايه ان هي احنا زي ما نكون يا جماعه بنعمل ديسيفنج للايه للاميون سيستم، يعني انا بخدع الاميونيتي، بقول لهم ركزوا معايا هنا في هنا اريتيشن، تمام بمنتهى البساطه كده، فيعدل لي شويه الاميونيتي كتيره اللي هي حصل فيها افكشن دي، تمام. طيب ايه تاني كاونتر اريتانت؟ الايودين والفينول والبنزايل بنزويت بتاع البنزايل بنزويت بنزايل بنزويت اللي هو بتاع السكيبس، اه بنستخدمه كتوبيكال برضو. الحاجات اللي بنستخدمها مع الفوتوثيرابي اللي هي البوفا، تمام كده. ممكن السورن لوحده او المناديل لوحده يبقى كاونتر اريتانت وايه الى حد ما افكتيف، تمام. بس طبعا في كل دول اشهر حاجه واكتر حاجه افكتيف في البرايمري اللي هي البسيطه خالص الايه توبيكال ستيرويد، ولو هي يعني انت عايز تتوصى بالعيان شويه ممكن تبتدي له انتراليجنال، بس طبعا نخلي بالنا ان الانجكشن يبقى سوبرفيشال قوي، تشوف البليب بنفسك، الدوز تبقى محسوبه صح عشان ما ندخلش العيان بدل ما نفيده نقوم مدخلينه في اتروفي ونبوظ الدنيا، تمام. طيب السيستميك ستيرويد انا هخش له امتى او هستخدمه امتى؟ لو البيشنت ده عنده حاجه تانية اوتو اميون، او البيشنت ده خلاص في الوبيشيا توتاليس، فانا كده كده عايز له سيستميك دراج يوقف لي الاكتيفيتي، تمام. ده كده اللي هو ايه بمنتهى البساطه اللي هو اشهر حاجات بنستخدمها. بنستخدم ايه بقى تاني؟ احنا قلنا الستيرويد وقلنا الميلوكسيديل وقلنا الاميون ثيرابي بانواعها، ليها كام سلايد هوريها لكم. بروستاجلاندين انالوجز اللي هو اللاتانو بروست والحاجات دي يا جماعه اكتشفوها اول ما اكتشفوها بالصدفه، كان عيان جلوكوما وبيحط القطره بتاعته طلع له ايه اللاشز بتاعتها زادت، ماشي كده تمام. فهم اكتشفوها بالصدفه في الاول خالص، وبعدين حطوه يعني بقى الناس تستخدم اللي هي القطرات دي مثلا كبقى ترايلز كتير عشان تعمل الهير جروث، بس هي الافيكاسي بتاعتها اب تو ماي نولج يعني ان هي مش زي بقيه الحاجات، يعني هي بتعمل افيكاسي بس مش واو يعني، تمام. لو استخدمت الريتينويد هيبقى علشان الاي كاونتر اريتيشن بتاعه، تمام كده. والفيتامين دي انالوج بيبقى افكتيف برضو، هي طبعا سيريس هو علشان له انتي انفلاماتوري افكت وعلشان بيظبط الكاينتكس بتاعت السل وعلشان هو اساسا بيبقى اندلجت في البروسيس بتاعت الهير جروس عامه، تمام. هستخدم ايه انتراليجنال؟ زي ما قلنا الكورتيكوستيرويد نمره واحد واشهر حاجه، بلاتيتشي بلازما عملناها في ترايلز كتير يعني عندنا في طنطا في كذا ريسيرش، الدكاتره الافاضل اللي استخدموها فيه يعني من كلامهم ان هي يعني الافكاسي بتاعها مش واو في الالوبيشيا ارياتا زي مثلا تيلوجين او الاندروجينيتك الوبيشيا، تمام. يبقى ستيل الكورتيكوستيرويد هو نمبر 1. طيب بالنسبه للسيستميك دراجز، هل يا ترى هو كورتيكوستيرويد بس؟ لا، الريبورتد كيسز يعني ناس اخذوا حاجات تانية سيستميك، حاجات الاميونو سبريست كلها، سايكلوسبورين از سايبريم والميثوتريكسيت. بس طبعا انا ما اعتقدش ان حد في حضراتكم هيلجا للحاجات دي غير لما يكون سيفير الوبيشيا ارياتا او توتاليس، دي ترايلز بقى علشان الشعر يطلع او معاها ديزيز تاني، تمام. طيب الانتي ديبريسنت، الانتي ديبريسنت ناس استخدموه كتير خصوصا في الناس اللي عندهم الوبيشيا توتاليس واللي هي مأثره عليهم بالسلب لعل وعسى ان هي تجيب افكاسي معاهم، تمام. الاورال زنك سبلمنتيشن عشان زي ما قلنا ان الزنك نفسه بيبقى اللو ليفل بتاعه بيبقى افكتد باي الهير وممكن يدخل البيشنت او بيبقى بريسبوز يعني في الالوبيشيا ارياتا. والبيولوجيكس طبعا ادويه محترمه جدا وجميله، بس طبعا هي اكسبنسيف مش افاليبل عندنا بالقدر الكافي. طيب انا ممكن اعمل بروسيدور للبيشنت ده غير الانتراجينال ستيرويد؟ الفوتوثيرابي زي ما قلنا البوفا بتجيب نتيجه مش بطاله في الالوبيشيا خصوصا لو كانت ريزيستنت، تمام.
الليزر اكسايمر او الفراكشنال فوتوثيرموليسيس موجود عليها ستاديز، وفي ناس عملوا عليها ترايلز في الالوبيشيا ارياتا وفاريبل افيكاسي. تمام. انفرا ريد راديشن دي برضو ستاديز. تمام. لو البيشنت بقى الوبيشيا توتالس ومفيش امل خالص، بيعمل هير ترانسبلانتيشن، بس اكيد طبعا لو هو توتالس يبقى هيركب فايبر، مش هيبقى هير منه هو يعني. تمام. ويلبس يعمل، في ناس كتير جدا بيجوا عندهم توتالس راسمين تاتو في الحواجب بتاعتهم علشان بس منظرهم يبقى اكسبتبل. تمام كده. قصه فكره الهيبنوزيس اللي هي سايكوثيرابي، ان مثلا البيشنت ده يروح لحد مثلا سايكاتري ويحاول ان هو يصلح اللايف ستايل بتاعته شويه، لعل وعسى يبقى ايه ريسبونسبل ريسبوندنج يعني للكلام ده. مش كل البيشنت بيبقى ريسبوند او عنده الفكره دي اساسا، يعني يقول لك هو انا مجنون. تمام. طيب دي فكره اللي هي الانتروجين ستيرويد. قلت لكم في كذا تركيبه، ترامسينولول اسيتونايد، البيتا ميثازون داي بروبيونيت، والبيتا ميثازون صوديوم فوسفيت. دي ريبورتد في الليتريتشر. تمام كده. والكونسنتريشن بتاعنا 10 مللي جرام بير مللي فور سكالب. تمام. ولو في الاي براو او في الفيس عامه بنخلي الكونسنتريشن 2.5 مللي جرام بير مللي. تمام. ماكسيمم دوز 20 مللي جرام افري سيشن. خلاص. يعني بمنتهى البساطه كده، لو انا بستخدم اكينا كورت اللي هو دلوقتي اوبسوليت ومش موجود في السوق، بحل الفايل بالاناسيزيا او بالسلاين كام لكام؟ من 1 لـ5. تمام. او 1 لـ7. تمام كده. لو انت بيجينر ابتدي بـ1 لـ7، 1 لـ5 لو انت ايدك اكسبرت شويه. ما تزودش الكونسنتريشن على البيشنت في الهير في السكالب بليز، وانت لسه ريزيدنت او انت في البدايه خالص. تمام كده. طيب دي قصه الايه الانتراليجنال ستيرويد. ايه بقى الاميون ثيرابي؟ الاميون ثيرابي مش كله سنسيتايزيشن، في منه في كاتيجوري بيعمل سنسيتايزيشن، وزي ما قلت لكم بنعمل ديستراكشن للاميونيتي. تمام. في حاجه بتعمل سبريشن، في حاجه بتعمل اوجمنتيشن. السنسيتايزيشن في اللي هو الدايفينسي برون وسكواريك اسيد دايبيوتايل ايثر والايه الداي داي تراي كلوروبنزين. تمام. ده اللي هو اول واحد، ده ميوتوجينيك يعني ممكن يعمل كانسر، علشان كده احنا مش بنريكومند كتير. تمام. انما بالنسبه للاذر تو هقول لكم السكيدجول بتاع التريتمنت اللي مكتوب برده في الايه في الليتريتشر. بالنسبه للحاجات اللي بتعمل سبريشن، زي ما احنا عارفين الكورتيكوستيرويد، انسرالين، التوبيكال كالسينيل انهيبيتور اللي هو التاكرولماس والبيماكرولماس، توبيكال سايكلوسبور مش موجود اساسا يعني ومش افيكاسي واو يعني. تمام. الميكيمود اللي هو بيعمل اوجمنتيشن للاميونيتي، برضو الافيكاسي اللي ريكوردد عليه مش واو، وغالي جدا طبعا يعني. تمام. يبقى اشهر حاجه في دول احنا بنستخدمها برضو رجعنا للكورتيكوستيرويد. طيب هنستخدم بقى الدي بي سي بي ازاي؟ اول حاجه خالص بيجي اول مره في سمول اريا، هنعمل له هنحط ابلكيشن 2% كونسنتريشن. تمام. وبعدين يجي لي بعد اسبوعين لما يكون الاميون سيستم اشتغل على المكان ده وخلاص ريكوجنايزد. تمام. هنحط بقى دايلوتد سوليوشن منه. تمام. وكل اسبوع يجي لي ازود له كونسنتريشن لغايه اما اشوف ان في مايلد ديرماتيتس. تمام كده. ممكن اكمل على الكونسنتريشن ده فتره. طيب لو هو دلوقتي حصل لي ريجروس للهير، هفرح بالدنيا كده واقوم واقفه العلاج؟ ممكن توقف. تمام. بس لو وقفت في انسيدنس ان هو ممكن يرجع تاني، احسن الاوثرز بيريكومند ان انت تعمل مينتنس ثيرابي، يعني تستنى شويه تبعد المسافه تقل وهكذا بقى. خلاص. طيب سكواريك اسيد داي بيوتايل ايثر ده نفس الكلام، بس ايه احنا هنقول ان الانترفال بتاعي وانا بزود الكونسنتريشن اسرع شويه. الدي بي سي بي كان كل اسبوع، ده كل 3 ايام لغايه لما اوصل الكونسنتريشن اللي انا عايزاها وبرده اكمل بنفس القصه. تمام كده. طيب الانسرالين هو ده بيستخدمه في البيت صح كده، بس بيعمل ايه بقى؟ بيحطه الاول يعني الاثنين دول انا هحطهم للبيشنت صح كده معايا دكاتره، انما الانسرالين هو كريم وموجود في السوق، وانا ايه هقول للبيشنت هو يحطه لنفسه. تمام. هيحطه من 20 ل 30 دقيقه بس، مش ينام بيها، وكل شويه لو هو عايز يزود الوقت 5 دقائق. تمام كده. كل اسبوعين او ثلاثه يزود الوقت، يبقى 25 دقيقه 30 35 وهكذا لغايه ما يوصل لساعه، او يعني بعد ساعه ما يطولش عن كده، او لو شاف بقى الرسيمه او بريرايتس او كده ممكن يكمل عليها برضو. يكمل على انسولين قد ايه؟ من 3 ل 6 مانثس. البيشنت اساسا مش بيصبروا لك يعني كل الوقت ده علشان يقولوا لك فيه
الله يخليك يا دكتور شادي مش دي. ماشي، عشان يقولوا ان هو ايه جاب افكاسي ولا ما جابش. خلاص طيب، امتى ابتدي انا شخصيا اقلق بقى واقول ان البروجنوزس بتاع الالوبيشيا اريتا دي مش حلو، وعايزه ابتدي للبيشنت ده العلاج مثلا اخلي بالي منه بزياده؟ لو البيشنت ده جاي لي وهو صغير والفورم بتاع الالوبيشيا شديد شويه، او لو هي مش بتستجيب للعلاج انا شايفاها وريزيستنت وهو سنه صغير، او البيشنت ده جالي وهو كبير وعنده الالوبيشيا ريزيستنت وهو كدادير وهو صغير، يعني الانسد بتاعه من وهو صغير والقصه مطوله معايا. ماشي، لو البيشنت ده الفاميلي بتاعته فيها حاجه شبه كده يعني ريبورتد في اخواته وكده، تمام. لو العيان ده اتوبيك خلاص، لو جالي من الاول سيفير فورم، لو الوقت بتاعها بقالها اكتر من سنه خلاص. احنا كنت اتشرفت ان الرساله بتاعت الدكتوراه بتاعتي المشرفين بتوعي دكتوره ايمان المعداوي ودكتوره بسمه مراد ودكتوره زينب عبد الصمد ودكتور سعيد حماد كلينيكال باثولوجي، كنا بنشتغل على ريزيستنت كيسز في الوبيشيا ارياتا. مش بس دول، احنا اساسا كنا يعني الالوبيشيا توتاليس اللي خدناها كانوا 3 كيسز في كل الحالات، انما الريزيستنت كيسز كنا عاملين لها ديفينيشن بان هي عدى عليها استخدم ثلاثة مودلز من العلاج وما جابش نتيجة، او ان هي بقالها اكتر من سبيس اوف تايم مش بتستجيب للعلاج خالص. ماشي كده، او موجودة مش بتروح، تمام. بس اهم حاجة ان هو غير ثلاثة تايبس اوف تريتمنت، ودي الديفينيشن اوف ريزيستنس كنا مطلعينها برضو من الليتريتشر، تمام. ثلاثة عدلت له ثلاثة تريتمنت وما جابش علاج، دي كان نعتبرها ريزيستنت كيسز خلاص. طيب، ولو برضو البيشنت دي كان معاها مثلا اوتو اميون ديزيز، ده بيبقى باد بروجنوسيس خلاص. طيب انا دلوقتي محتاره مش عارفه دي الوبيشيا ارياتا ولا حاجه تانية، وايه قصه الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو دي؟ الصوره دي من الكيسز بتاعتنا. لو نبص هنا هنلاقي ان في حاجه اسمها اكسكلاميشن مارك، شايفين الشعرايه عامله ازاي؟ يعني هي رفيعه تمام كده، السكنس بتاعها مختلف خلاص، وفي هنا بلاك دوتس. خلينا نتكلم بتفصيل اكتر في صورة تانية، عايزاكم بس تبصوا دي حالات كده من حالات الريزيستنت. شايفين هنا الصورة دي فيها ايه؟ مش حاجة سبيسيفيك خالص على فكرة، هي مجرد شبكة صح؟ شايفين الريتيكولت باترن تمام، وفيها وايت دوتس خلاص. الريتيكولت باترن والوايت دوتس دي بنشوفها في البرولونجت ريزيستنت الوبيشيا، خصوصا لو كانت توتاليس مثلا وبقالها فترة. ده كان عيان الوبيشيا توتاليس. طيب البيشنت ده كان محقون انتراليجن ستيرويد لما شبعت تمام، وكانت اوفيزيس. شايفين منظر التلنجكتازيا بالدرموسكوب عامل ازاي؟ بتتحسن بقى لو انت حقنتها ستيم سيل او بي ار بي بليتيتيوشي بلازما. طيب، بمنتهى البساطه كده نراجع تاني الكلام اللي قلناه السنه اللي فاتت، كان السنه اللي فاتت تقريبا في الترايكوسكوبي ومع دكتور مصطفى سند، طبعا ربنا يجازيه خير بيراجع معاكم الالوبيشي ارياتا. هنبص على ايه نشوفه نقول دي الوبيشيا ارياتا، او الديرموسكوبيك فايندنج بتاع الوبيشيا ارياتا؟ لو شفنا نقط صفرة او سودا، يلو دوتس او بلاك دوتس، لو شفنا اكسكلاميشن مارك، لو شفنا ديستروفيك هيرز. طيب، هنا في الصوره دي لو احنا شايفين هنلاقي ان في نقط سودا صح كده، نقط سودا شايفينها كتير، دي البلاك دوتس. شايفين نقط صفرة، دي اليلو دوتس، اهي 1 2 3 شايفين يا دكاتره تمام، ادي كتير. لما بشعر احس ان هي عامله زي ما تكون محروقه صح، ده ديستروفيك هيرز. طيب، الصوره دي مجمعه للفايندنج، هنا في البلاك دوتس تمام، دي اكسكلاميشن مارك تمام خلاص، دي اسمها تابرد هير، الشعرايه بتبقى تخينه من فوق ورفيعه من الروت تمام. هنا في يلو دوتس اهي، الشعرية دي اسمها تيوليب هير، تيوليب هير دي بتبقى عاملة زي ال كبريت، عود الكبريت كده، اللي هي الحتة اللي هي الغامقة اللي فوق دي تمام كده تمام. وده اسمه زجزاج هير، اللي هو بيبقى زي ما يكون متني على بعضه بس مش مقطوع خلاص. وفي احيانا بنشوف شعر اللي هو اسمه بيك تيل بيك هير، اللي هو عامل زي الديل البيج اللي هو الخنزير تمام. دي بتبقى الشعرايه ما اتكونتش 100% لسه ضعيفه من جوه تمام، فبتطلع بالشكل ده تايب اوف ري جروينج هير تمام.
وزي ما احنا شايفين الفيلاس هير. يبقى احنا ممكن نشوف بلاك دوتس اكسكليميشن مارك تابرد هير اللي هي اكسكليميشن مارك بس على طويل شويه، تيوليب هير مش كومن قوي، يلو دوتس، زجزاج هير، بيك هير، بيك تيل هير، والفيلاس هير. اشهر حاجات بنشوفها ماكرو اكسكليميشن مارك، صح كده، او لو اكسكليميشن مارك والبلاك دوت واليلو دوت، صح كده. طيب ايه في دول نقول ان هو سبب من او يعني ساين من ساينس بتاعه الاكتيفيتي؟ يعني انا لو بصيت دلوقتي بالدرموسكوب على العيان الوبيشي ارياتا، عرفت ان هو الوبيشي ارياتا، هو العيان ده بقى زي ما هو كده ستيبل ولا اكتف ولا ايه القصه؟ لو انا شفت اكسكليميشن مارك والبلاك دوت دي معناها ان البيشنت ده اكتف، يبقى البيشنت ده لازم ياخد له علاج وانتي انفلاماتوري واتابعه واشوفه. مع العلاج لقيت الحاجات دي بتختفي يبقى انا كده ماشيه صح، لقيت الحاجات دي موجوده او بتزيد يبقى هو كده البيشنت محتاج ان اعدل له في العلاج. ودي حلاوه الدرموسكوب مع الحالات دي. طيب دي اليلو دوتس اللي هي اشكال تانية ليها في الالوبيشيا ارياتا. صور تانية للاكسكليميشن مارك زي ما احنا شايفين تخينه وداخله على رفيع، تخينه وداخله على رفيع، حتى اللون نفسه بيخف، تمام. وهنا برضو شايفين في يلو دوتس اهي، ماشي. هنا في الصوره دي في ايه؟ في نفس الكلام اللي هو التابرد هير اهو، هي اكسكليميشن بس طويله شويه، في الاكسكليميشن مارك اهو، في يلو بلاك دوتس اهي، تمام. خلاص اكسكليميشن مارك تانية اهي، دي التابرد هير زي ما احنا شايفين مكان ما السهم بيشاور. خلاص ده رير شويه بس يعني تبقوا عارفينه، ان هو عارفين المونوريس ريكس اللي هو هير شافت ديس اوردر، بيبقى الشعرايه عامله زي السبحه كده زي ما تكون بيدد، دايلاتيشن وريستريكشن، دايلاتيشن وريستريكشن. لو لقيت في الفيلد بتاعي شعره او اتنين او تلاته بالشكل ده، ده مش معناه ان البيشنت ده مونوريس ريكس. ده انا شايفه ايه تاني في الفيلد؟ شايفه فيه بلاك دوتس وشايفه فيه اكسكليميشن ماركس، ماشي كده، وهي موجوده معايا وفيلا سير، تمام. ده هو المونوليس ريكس لايك هير، ده بيبقى ريبورتد في الالوبيشيا ارياتا. على فكره يا دكاتره، هو ايه ليه كل ده بيبقى موجود؟ يعني ليه الحاجات دي موجوده؟ ده التوليب هير اهو، صوره ليه من قريب اللي هو عامل زي عود الكبريت، من فوق بيجمنتد قوي ومن تحت ايه البيجمنتيشن فينت بتاع الشعرايه، ماشي. ده كله بسبب برضو الانفلاميشن اللي احنا شفناه تحت الشعر نفسه، ديستروفي وانفلاميشن جامد قوي، بيضعف الشعرايه وبيقلل الغذاء اللي وصل لها وبيبقى بالشكل ده. خلاص شكل تاني للبلاك دوتس، خلاص كده تمام. وده الزجزاج هير اللي هي الشعرايه نفسها برده من جواها ضعيفه فبتتنى سهل بس مش مكسوره. ده اهو زي ما احنا شايفين الشعرايه انتكت، ما فيهاش اي كسر ولا فراكشر ولا حاجه. خلاص ممكن اشوف شعر طالع جديد افرح بيه، يعني شعرايه طلعت اهي مع العلاج بس لسه في بلاك دوتس، ما تفرحش قوي، ماشي. ده ريجروينج هير زي ما قلنا، شايفين التفسير بتاعها ان الشعرايه نفسها لسه ضعيفه، مش ماسكه نفسها انها تبقى ابرايت. دي برضو الايه اشكال تانيه لليلو دوتس، تمام. نفس الكلام اكسكليميشن مارك والتابرد هير اهو، تمام. اللي فاضل معايا دي تجميعة تانية نفس الكلام اللي احنا قلناه. في الكرونيك الوبيشيا ارياتا زي ما وريتكم في الحالة بتاعتنا، ممكن يبقى فيه بيجمنتيشن زي كده موتلنج كده، تمام، وابقى اليلو دوتس اشوفها غامقة شوية ما تخضش يعني. طيب الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو بقى، انكوجنيتو هعرفها منين؟ هلاقي فيه يلو دوتس كتير 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 زي ما احنا شايفين كده في فيلد مليان كله يلو دوتس، تمام. والاب اللي هو الري جروينج هير بيبقى موجود باشكال مختلفه. هو في التقسيمه بتاعه الري جروينج هير في الترايكوسكوبي بيبقى ممكن تطلع ابرايت طالعه لفوق، ممكن تطلع يعني موازيه للسيرفس اوف ذا سكين، ممكن تطلع بيك تيل زي ما وريتكم في الصوره اللي قبل كده، تمام. اشكال مختلفة بقى، انا في الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو هشوف اشكال مختلفة للابرايت او اللي هما ريجروينج هير، وهشوف معاها يلو دوتس كتير. دي هايلي سجستيف للالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو. في حاجة تانية فاضلة في الالوبيشيا ارياتا انكوجنيتو، شايفين ده اللي هو اروزنيبا ده، تمام. خلاص بيبقى فيه ساعات هير شبهه كده، يعني لو احنا يعني كنا عندنا الحظ والهاي اكيرسي في الفيجن ان احنا نشوفها اهي، شايفين يعني شعرايه خفيفه خالص وفي النص فيه في الاخر فيه دوريه كده بني، ماشي شبهها بالظبط، تمام.
طيب دي كانت تقسيمه كده عشان تعرف الالوبيشيا ديتا مايلز سيفير وكده، كلام نظري تمام. لو حابين تعرفوا عن السولت سكور بيتحسب ازاي، احنا بنقسم السكالب ده يعني للناس اللي عايز تفهم ايه السولت سكور ده او مش فاهمينه، بنقسم السكالب اربع اماكن: فيرتكس ورايت سايد ليفت سايد والبوستيريور اسبيكت تمام. وبندي برسنتج لكل مكان فيهم، 40% للفيرتكس، 18% للرايت، 18 للليفت، و24 للبوستيريور تمام. في برسنتج وارقام ماشي كده، الارقام دي يعني في كل مكان ببص عليه، ببص مثلا على الفيرتكس واشوف قد ايه منها في هير لوس. يعني مثلا انا بصيت على الفيرتكس بتاع البيشنت ده ولقيت 20% هير لوس، 20% من الشعر واقع ماشي كده، هضرب ال 20% تمام كده في الاربعه من عشره دي، ده كده يبقى السكور بتاع الفيرتكس تمام، وابص لبقيه الاماكن وهكذا واجمعهم، ده هيديني رقم، ده بدايه الايه، ده سولت سكور بتاع العيان ده اول ما جالي تمام. مستو ايه بعد العلاج هعمل ايفالويشن تاني واشوف المفروض ان السولت سكور ده يقل ما يزيدش، طالما البرسنتج او المساحه بتاعه الالوبيشيا قلت في السكالب بعد العلاج يبقى انا كده ماشيه صح، لو حصل العكس يبقى البيشنت طبعا ماشي في السكه الغلط. خلاص يا دكاتره، ده برضو ازاي بنحسبه اهو تمام. طيب كده ده الايه الالوبيشيا ارياتا. ممكن نقول التراكتيلومانيا بسرعه انها اساسا ما فيهاش كلام كتير. تراكتيلومانيا طبعا هوس شد الشعر، زي ما احنا شايفين في الصوره دي ان بيبقى فيه variable length للشعر، هو البيشنت بيشد الشعر كل ما مثلا يسرح او يبقى بيفكر، ده الكومن اللي هو الناس بتشد شعرها وهي سرحانه مش واخده بالها، مش واخدين باله. ممكن اول ما تساله انت بتشد شعرك يقول لك لا هو مش مركز ماشي كده تمام. فهو الشعر ما فيهوش مشكله بيطلع تاني، بس بيطلع بان ايكوال لينسز. ممكن الان ايكوال لينسز ده اما ان مثلا الشعر مثلا اللي اتشد بيطلع في اوقات مختلفه، واما ان هو بيبقى متقصف متقطع تمام كده. ده شكل تاني ممكن تبقى موجوده في اي مكان، دي مثلا في مكان في السكالب، ده في مكان تاني ممكن تبقى موجوده في الباك زي ما احنا شايفين كده. الله يخليك يا دكتور احمد. ممكن تبقى برضو الهوس ده موجود في الاي براو والاي لاش ريكوردد برضو تمام. طيب التراكتيلومانيا احنا دايما بنشوف النوع ده او نبقى كونسرنج اباوت النوع التاني اللي هو الهابت، اللي هو واحد وهو مش واخد باله بيلاقي ايه ان هو بيشد في شعره وهو بيفكر وهو مشدود وهكذا تمام. انما في نوع بيبقى موجود في الاطفال من سنتين لست سنين وبيروح لوحده تمام. النوع الثالث بيبقى الناس اللي معاهم بقى اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر او عندهم سايكاتريك كوموربيديتي تمام. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع او ثلاثة جروبس من تراكتيلومانيا: ترانزيانت بتاع تشايلد هود وكهابت، وان هو معاه ديزيز تمام. ممكن نشوفه مع ديزيز ايه في السايكاتري: ديبريشن، انكزايتي، فوبيا، اوبسيسيف كومبالسيف اشهر حاجه، سوشيال فوبيا، الكول ابيوز او سبستانس ابيوز ماشي. طيب الكلام ده ما فيهوش حاجه نقولها، انا بس عايزه اقول لكم في العلاج طبعا اشهر حاجه بنعملها ايه، دونت بول، يعني البيشنت يبقى اورلي نفسه ان هو ما يشدش شعره. لو هو مش هيعرف ان هو يتحكم في نفسه، لو هو مثلا طفل او هي مثلا بنوته في ايدج مثلا بتاع مذاكره وهي قاعده بتذاكر وكده، نبقى موصيين مثلا الناس اللي معاها في البيت اخواتها مامتها باباها ينبهوها بس كل ما يلاقوها بتشد شعرها. لو واحده غاويه تشد شعر راسها، في احيانا اساتذتنا بينصحوا البيشنت ان هم يلفوا شعرهم بشرب ولا حاجه عشان كل ما تيجي تحط ايديها على شعرها تفتكر، دي طريقه تمام. طيب ريزيستنت ومش بتستجيب للعلاج وما عندهاش سايكاتريك كوموربيديتي، اشهر حاجه في العلاج زي ما اساتذتنا بيقولوا لنا ان اسيتايل سيستاين. هي هو بيشتغل ازاي يعني ايه ده؟ هو اساسا موجود في السوق ده علشان الكحه تمام كده، الناس اللي عندهم بلغم مثلا او عندهم اريتيشن او كده بياخدوه، هو ساشيتس تمام. طيب هو بيشتغل ازاي؟ بيشتغل كجلوتاميت موديليتور. الجلوتاميت ده بيبقى الكميه بتاعته بتبقى قلت في الناس دول اللي هم عندهم تراكتيلومانيا او عندهم اوبسيسيف كومبالسيف، هو نوع من انواع الايه التكات ماشي كده. فهو بيعمل لها ريستوريشن عشان كده هو افكتيف تمام. الدوز بتاعته اشهر دوز او الكومن قوي 1200 مللي جرام بير داي. بتشوف التركيز بتاع الساشيتس الموجود ايه ونديها ديفايدد دوز للبيشنت. ممكن نكترها لغايه 2400 بس طبعا ده لو ادلت وما عندوش اي كوموربيديتي تمام. والبيشنت في ستادي اتعملت حصل ريجروس للهير في اول شهرين وفضل الشعر موجود 6 شهور تمام كده.
طيب بالديرموسكوب لو انت عايز تتاكد او انت اكتشفت بالصدفه انها تراكتيلومانيا، سهله قوي يا دكاتره. الشعر متقطع، باختصار كل الفايندنج ان الشعر متقطع. لو شفنا الشعرايه دي اهي بتستغيث، متقطعه خالص ماشي. الشعرايه دي شايفين عامله زي الفي شيبت ازاي دي، تمام، حتى مرسوم في دي، صوره من اطلس ماشي. الشعرايه دي ماشي عامله زي البلاك دوت، بس لما نجيب لكم تكبير هتلاقيها متقطعه خلاص، اهي شايفين متقطعه من فوق اهي خلاص، يبقى الشعر نفسه متقطع. برضو كومن ساين قوي بلاك دوت ان يلو دوت، لما اشوف اليلو دوت موجوده كتير بس كل يلو دوت فيها بلاك دوت، دي ساين كومن في التراكتيلومانيا. ممكن اشوف معاها على فكره اكسكلاميشن مارك، يبقى ممكن اشوف فيها بلاك دوت ان يلو دوت، ممكن اشوف فيها الشعر المتقطع بانواعه، سواء شفته في مرحله اللي هي الباودر دي، سواء متقطع من فوق او كده ماشي كده تمام، او اكسكلاميشن مارك. دي بقى شعرايه كان ايه، انتوا عارفين مثلا لما اكون بشد على استك كده واقوم سايبه او يقوم مقطوع وحصل ريكويل، نفس الشكل ده بالظبط اهو، شعرايه برضو. سوري ماشي، شعرايه ايه اللي هو شدتها خالص لغايه اما ايه عملت بالمنظر ده ماشي كده خلاص يا دكاتره. ان شاء الله هو كده خلاص ان شاء الله النهارده، وسعدت جدا 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 بلقائكم. ان شاء الله المره الجايه باذن الله نتكلم على الاندروجينيتك الوبيشيا والتيلوجين افلوفيوم، علشان هما الاثنين ديفيوز والاثنين ممكن يبقوا مع بعض او يتلخبطوا مع بعض، زي ما اتكلمنا النهارده على الالوبيشيا ارياتا والتراكتيلومانيا، عشان في برضو احيانا ممكن يحصل بينهم اوفرلاب لو احنا مش واخدين بالنا. شكرا، وكل مره وانتم طيبين، سلام عليكم.